إذا كان عندك بالبيت لمبة كهرباء قوتها 100 شمعة نعم يعني 100 وات نعم وبتصرف بالساعة ربع ليرة نعم بأربع ساعات قديش بتصرف؟ إذا كانت بالساعة بتصرف ربع ليرة بأربع ساعات قديش بتصرف؟ ما بتصرف ولا قرش ليش بقى؟ شنو بحارتنا الكهرباء بتنقطع ليلة ايه وليلة ايه صح إلك عشر ليرات هذا أول قرش بنكسبه بعد